صالح ويبون يدلهم على ابو صالح. نسلم. من قال ايش؟ والله هو وقلت يلا ايش يوم جينا هناك قال لازم يقدع ثوب ونزل ثوب مشان بشوف معه لما ارمي عليه سروال. قم يا ولدي وابصخ السروال ولبسه ابوه. قديمه سامي قديمه سامي. قالوا عاد يا سلطان امسك رجليه انت مشان ما يزل المسوى يبي طويل. وانت يا الوجه خلك عند راس. هو وش هو؟ مريض ابن حلال مريض اي سعودي. ويبي ايش؟ يلمس هذا يوجعك وهذا يتحرى بس المتوي يسوي وشاد مظهره هذا يوجعك يبي ياسمو الحين بحمه عنده احنا بشتى المتاوي هذول هن بالنار اي وكل شوي راعي لهن وخايف انه من المتوى وانا عاد اقول له شد حيلك واصبر قبل تجي بحمه والحمى تحسب انها المتوى هذاك يبي هذا يوجعك هذا لا هذا هو اي قال لحظه يصبر وما اسكن هذا هو تناول الحمى يحسبه تناول المسمار وعلى ما حط الحمى بارد الحمى بس زعل هو يطلجع وانت من اطحله ابدا ما اسكن اروك هذا لا لا وابى اتصبر ابى ويا انطلع علي الضحكه قلت لي هذا عاد محمد وشلون قاعد المتوى وشلون قلت لك ابوك